السلام عليكم يا سابع، كيف الحال؟ اليوم إن شاء الله رايحين نبلش في الوحدة العاشرة، وهي الوحدة الأخيرة من كتابنا لهاي السنة. الدرس قبل الأخير وهو المناطق البيئية. في البداية بدنا نتعرف على مفهوم النظام البيئي. النظام البيئي هو عبارة عن مجموعة من العوامل الحية وغير الحية التي توجد معا في موقع معين، ويكون بينها تفاعل متبادل يؤدي إلى بقائه موجود على سطح الأرض. بقاء النظام الحي موجود أو البيئي موجود على سطح الحي أو الأرض. مثلا المثال الموجود أمامنا، الصورة الموجودة أمامنا عبارة عن نظام بيئي موجود في منطقة بيئية يحتوي على مواد حية ومواد غير حية. المواد الحية هي المواد التي تنمو وتتكاثر تتنفس، هاي بنسميها مواد حية، مثلا الأسماك، الحلزون، الضفادع، اليعسوب، هذه عبارة عن مواد حية. المواد غير الحية هي المواد التي لا تتكاثر، لا تنمو، لا تحتاج إلى التنفس أو التغذية، مثل اللي هو مثلا ضوء الشمس، مثل التربة، مثل المياه، هذه عبارة عن مواد غير حية. إذا هذا هو تعريف النظام البيئي. الآن خلينا نعرف المناطق البيئية. هي عبارة عن المساحات الكبيرة من اليابسة أو الماء، والتي تحتوي عدة أنظمة بيئية ولها ظروف مناخية متشابهة أو لها نفس الظروف المناخية، وتضم مجموعة من المجتمعات الحيوية. شو يعني مجتمعات حيوية؟ يعني مجموعة من الكائنات الحية بتكون متجمعة على شكل جماعات أو مجتمعات. الآن بدنا نتعرف على المناطق البيئية. ما هي؟ تقسم المناطق البيئية ثلاثة أقسام يا سابع: المناطق البيئية على اليابسة، المناطق البيئية المائية، والمناطق البيئية الباردة. المناطق البيئية على اليابسة يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام، وهي الصحارى، المناطق العشبية، الغابات الاستوائية، والغابات المعتدلة. أما المناطق البيئية الباردة تقسم إلى قسمين، وهو التيجة والتندرة. اليوم إن شاء الله يا سابع بس بدنا نأخذ الجزء الأول من الدرس، إن شاء الله الحصة القادمة نكمل الجزء الثاني. اليوم رايحين نأخذ المناطق البيئية على اليابسة والمناطق الباردة. إذا اليوم درسنا رايح يكون اللي هو المناطق اليابسة والمناطق اللي هي الباردة التيجة والتندرة. الحصة القادمة راح نأخذ المناطق البيئية المائية. الشكل أمامكم يا سابع اللي هو المناطق البيئية في العالم موزعة على اللي هي خارطة العالم. اللي باللون الأزرق يا سابع اللي هي مناطق التندرة، اللي باللون الأزرق اللي هون أمامكم اللي هي مناطق التندرة. اللي باللون الأخضر الغامق اللي هي مناطق التيجة. هون في عنا المناطق العشبية اللي هي ملونة باللون الأصفر، المناطق الاستوائية أو الغابات الاستوائية اللي هي باللون الزهر الغامق هذا، والمناطق البيئية المائية اللي هي ملونة باللون الأزرق الفاتح اللي موجودة هون أمامنا. إذا لو لاحظنا إنه المناطق البيئية بنلاقي إنها منتشرة في جميع أنحاء العالم هذه المناطق، وكل لون بدلنا على منطقة معينة موجودة في العالم. خلينا نبلش في المناطق البيئية على اليابسة. أولا رايحين ندرس عن الصحارى اللي هي مجموع أو جمع صحراء الصحارى. من مميزات مناطق الصحارى: واحد، أقل المناطق تنوعا حيويا، والسبب اللي هو بسبب ارتفاع درجة الحرارة وبسبب قلة الأمطار. مهم جدا يا سابع اللي قاعد بعطيك اياه اللي هي مميزات كل منطقة، بدك تحفظ كل منطقة شو مميزاتها يا سابع. النقطة الثانية او الميزة الثانية اللي انه بتتباين فيها درجات الحرارة ليلا ونهارا، يعني في النهار بتكون درجة الحرارة مرتفعة جدا، شو بصير؟ بصير انخفاض كبير لدرجات الحرارة في الليل، وبالتالي بتصير درجات الحرارة ليلا منخفضة، هذا ما يسمى في التباين في درجات الحرارة. ثالثا، لا يزيد معدل سقوط الأمطار فيها على 250 مليمتر سنويا. رابعا، تمتلك نباتات الصحراء أوراق صغيرة الحجم ولها أشواك وتخزن الماء في سيقانها، والسبب لتقليل من فقدان الماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة العالية رح يزداد معدل التبخر. للتقليل من فقدان الماء أو من التبخر شو بصير؟ سبحان الله، نباتات الصحراء مكيفة إنه أوراقها صغيرة الحجم ولها أشواك للتقليل
من فقدان الماء. خامسا، تمتد جذور النباتات الصحارى أفقيا، ولذلك حتى تمتص أكبر كمية من الماء قبل تبخره. سادسا، تنشط فيها الحيوانات ليلا. سابعا، تعيش فيها بعض الحيوانات مثل الجمل والغزال والزواحف. المنطقة الثانية من المناطق البيئية على اليابسة وهي المناطق العشبية. المناطق العشبية تقسم إلى قسمين، المناطق العشبية المعتدلة والمناطق العشبية الاستوائية أو ما تسمى بالسافانا. المناطق العشبية الاستوائية أو السافانا من مميزاتها، واحد، تمتاز بارتفاع درجة الحرارة طوال العام. ثانيا، موسمية سقوط الأمطار. ثالثا، بعض الفصول فيها مطريا رطبا وبعضها الآخر جافا. رابعا، ينمو فيها بعض الأعشاب والشجيرات وقليل من الأشجار. خامسا، تفقد بعض النباتات أوراقها في موسم أو مواسم الجفاف. وأخيرا سادسا، يعيش فيها الفيلة، الحمر الوحشية، الزرافات، النمور، الأسود والفهود. إذن هذه مميزات منطقة السافانا أو المناطق العشبية الاستوائية. نيجي على المنطقة العشبية الثانية وهي المنطقة المعتدلة. من مميزاتها، تتصف بصيف دافئ إلى حار وشتاء بارد. ثانيا، يصل معدل سقوط الأمطار فيها إلى 900 مليمتر سنويا. ثالثا، تعيش فيها النباتات العشبية مدة نموها قصيرة، لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء. من الأمثلة على النباتات اللي بتعيش فيها الذرة، القمح، الصويا والأزهار البرية. آخر ميزة إلها رابعا، إنه بأهم الحيوانات اللي بتعيش فيها الغزلان، الجواميس، الزواحف، السناجب وبعض الذباب البرية. المناطق البيئية على اليابسة، الغابات. الغابات تقسم إلى قسمين، الغابات الاستوائية والغابات المعتدلة. مهم جدا ميزات الغابات الاستوائية، واحد، تتميز بتنوع حيوي كبير. ثانيا، درجات الحرارة فيها مرتفعة. ثالثا، معدل سقوط الأمطار فيها يصل إلى 2000 مليمتر سنويا، يعني بتتساقط فيها الأمطار بكميات كبيرة يا سابع. رابعا، تنمو فيها أشجار ضخمة متشابكة تصل إلى ارتفاعات طويلة، ليش؟ حتى تبحث عن ضوء الشمس. خامسا، تتوفر في أسفلها منطقة بيئية رطبة ضليلة تنمو فيها السرخسيات الحزازيات والتي تنتج الأكسجين، عشان هيك ممكن نسميها رئة العالم. تدعى هذه الغابات برئة العالم لأنها تنتج كميات كبيرة من الأكسجين. سابعا، أهم غاباتها مثال عليها اللي هي غابات الأمازون المشهورة، وهي أحد الأمثلة على الغابات الاستوائية. ثامنا، تعيش فيها القرود والطيور على أغصانها أو على أغصان الأشجار العالية. آخر ميزة أنه بتعيش فيها النمور المرقطة الأفاعي في البيئة الضليلة، وذلك بسبب نمو الأشجار فيها لارتفاعات عالية، وبتكون فيها أشجار ضخمة بتحجب شو ضوء الشمس على الأماكن اللي بتكون وين في الأسفل، وبالتالي بكون في نباتات صغيرة الحجم تعيش في أسفل أو في قاع الغابات. نيجي على النوع الثاني سابع من الغابات وهو الغابات المعتدلة. مميزاتها، تمتاز بمناخ معتدل حار صيفا بارد شتاء. تظهر فيها فصول أربعة. يصل معدل سقوط الأمطار فيها سنويا إلى 1500 مليمتر. تتنوع فيها الأشجار، تتساقط أوراق بعض الأشجار مثل الصفصاف والبلوط ثم تتحلل حتى تنتج سمادا للتربة. سادسا، تمتاز بعض نباتاتها بأنها دائمة الخضرة مثل الصنوبريات. وآخر ميزة، تمتاز بأنها دائمة الخضرة لأن أوراقها تحتوي على مادة شمعية تمكنها من تحمل البرد. إذن هذه هي المناطق اليابسة أو المناطق البيئية اليابسة يا سابع. نرجع للنوع الثاني اللي هي المناطق البيئية الباردة. حكينا أنه عندنا منطقتين اللي هم التيجة والتندرة. مميزاتها مهمة جدا يا سابع. نيجي على التيجة، من مميزاتها، واحد، تسود في منطقة التيجة المخروطيات مثل الصنوبر والسرو. إذا أنواع الأشجار التي تعيش فيها هي الصنوبريات مثل الصنوبر والسرو. تقع في شمال أوروبا وكندا وسيبيريا. تعد من أكبر المناطق البيئية مساحا،
تمتاز بشتاء قارس طويل وفصول دافئة قليلة، لا يزيد معدل سقوط الأمطار فيها عن 500 مليمتر سنويا. تعيش فيها نباتات دائمة الخضرة زي ما حكينا اللي هي الصنوبر والسرو، وبعض الأنواع الحيوانات اللي بتعيش فيها مثل السنجاب، الذئاب، البوم والأيائل. إذا هذه هي منطقة التيجة. نيجي على المنطقة الثانية سابع، وهي التندرا. مميزاتها مهمة جدا والكل لازم يحفظها يا سابع، اللي هي تقع بجانب الدائرة القطبية وتتركز في النصف الشمالي للكرة الأرضية. تسمى منطقة التندرا بالصحارى الباردة، ليش؟ بسبب قلة التنوع الحيوي فيها، بنسميها صحارى باردة، فيهاش تنوع حيوي، ولكن منطقتها جوها بيكون بارد. تمتاز بمناخ بارد وجاف، لا يزيد معدل الأمطار فيها عن 250 ملي متر سنويا. تغطي الثلوج تربتها طوال العام، وتنصهر الطبقات الصخرية منها فقط صيفا. لا تنمو فيها الأشجار، وتنمو فيها الحزازيات وبعض النباتات الزهرية لمدة قصيرة، بعدين بتموت بسبب البرد الشديد أو البرد القارس. الآن لاحظنا إنه في ممكن يكون في شبه واختلاف بين التندرا والصحارى، لأنه سمينا التندرا الصحاري الباردة. طيب لو قلنا سؤال أو لو ذكرنا سؤال يا سابع، ما أوجه الشبه والاختلاف بين التندرا والصحارى؟ بنلاحظ إنه أوجه الشبه اللي هو قلة الأمطار، التندرا والصحارى الأمطار بتكون فيها قليلة، وأيضا قلة التنوع الحيوي يعني النباتات والحيوانات بتكون فيها قليلة. أما أوجه الاختلاف اللي هي درجة الحرارة، في الصحارى بتكون درجة الحرارة مرتفعة، لكن في التندرا درجة الحرارة منخفضة، أو بكون في عنا برد شديد. ونوع الكائنات الحية يعني الكائنات الحية اللي بتعيش في الصحارى بتختلف عن الكائنات الحية اللي بتعيش في التندرا. وهيك بنكون يا سابع خلصنا الجزء الأول من درس المناطق البيئية. إن شاء الله الحصة القادمة رايحين نكمل الدرس، ويعطيكم ألف عافية يا سابع.